أنا هتكلم عليها النهاردة من رسالة يعقوب الرسول اللي صح التاني، بتقول: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به للذين يحبون. الحقيقة الآية بمعناها العميق بتبين فرق المقاييس اللي ما بيننا وما بين الله. إحنا بمقاييسنا الأرضية بنشوف الغنى غنى مادي، بنشوف حد غني معاه فلوس كتير، حد عنده مركز كبير، حد عنده سلطة كبيرة. إنما الحقيقة مقاييس الله مختلفة تماماً عن مقاييسنا الأرضية. المشكلة بتبقى في طبقاً لمقاييسنا الأرضية وللغنى المادي اللي إحنا شايفينه، طريقة معاملتنا بتفرق. إحنا بنتعامل مع الشخص الغني غنى مادي غير الشخص الفقير من وجهة نظرنا من الناحية المادية. عشان كده السيد المسيح وجهنا من خلال كلامه في الكتاب المقدس على إن فقراء العالم اللي إحنا بمقاييسنا الأرضية إحنا هم أغنياء في الإيمان، ودي المقاييس السماوية اللي السيد المسيح بيبص ليها. الفقر المادي مش هو اللي بيبص ليه ربنا، لا بالعكس، الله دايماً ينظر إلى الفقر الروحي وإلى الغنى الروحي. الناس اللي إحنا قد نظن إنهم فقراء بمقاييسنا البشرية أو فقراء في العالم، ربنا بيحولهم بنعمته إلى ناس أغنياء في الإيمان. كل النماذج اللي في الكتاب المقدس لأناس الله اللي ربنا اشتغل بيهم على عمر البشرية بالكامل، زي موسى، زي داود، كانوا رعاة غنم، كان تلاميذ السيد المسيح أنفسهم والرسل كانوا صيادين ومعظمهم فقراء. السيد المسيح نفسه لما اختار إنه ينزل ويتجسد على الأرض اختار لنفسه مظهر من أفقر الصور الموجودة على الأرض. الهدف إن كان ربنا عايز يغير مقاييسنا البشرية ويرفع مستوى تفكيرنا إلى المقاييس السماوية. الفقر فقر في الإيمان وليس فقر مادي. ربنا الـ كل الأحداث في الكتاب المقدس وكل الناس اللي اشتغل معهم بنعمته، ربنا اشتغل عشان يقدم لنا نموذج ومثال يوضح لنا بيه إن الفقر المادي لا يمنع نعمة ربنا من إنها تشتغل في الإنسان. بالعكس، الفقر عن الماديات بيدي فرصة لنعمة ربنا تشتغل من خلال الإنسان. إحنا من خلال نظرتنا لأحداث الكتاب المقدس دايماً نبعد عن ذهننا الفقر المادي. تعاملاتنا مع الآخرين ما تبقاش معتمدة على المقاييس الأرضية، لأن ناس كتيرة جداً ممكن تكون في فقر مادي إنما ليها منزلة أعلى مننا في السماء. ربنا يدينا إن إحنا نرفع مستوى تفكيرنا من المقاييس الأرضية إلى المقاييس السماوية، نبعد عن ذهننا أي تفكير مادي ونركز في روحياتنا ونركز في إيماننا. وإلهنا كل مجد وكرامة لأبد. آمين.